قسم الغدد الصماء والسكري مستشفى دبي تم تأسيسه من بداية بناء مستشفى دبي. القسم يوفر خدمات علاجية لأمراض الغدة الدرقية، سواء بارتفاع أو انخفاض الغدة الدرقية، وكذلك أورام الغدة الدرقية، سواء كانت الأمراض هذه أمراض حميدة أو أمراض خبيثة، وسرعة التشخيص. وبالنسبة للخدمات التخصصية مع التعاون مع الأقسام الأخرى، هذه توفر الوقت بالنسبة للمريض، لأن في هذه العيادات التخصصية هو باستطاعته أن يشوف اللي هو الاستشاري الغدد الصماء والسكري، وكذلك الاستشاري في المجالات التخصصية الأخرى. تم استحداث عيادة مضخة الأنسولين، ومن أجل تثقيف المرضى على كيفية التعايش والتعامل مع هذا المرض.